أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم من قصر على والده في النفقة، وهل يجب على الولد أن يعطي الوالد من راتبه؟ وإذا كان ضعيف الراتب ماذا يعمل؟ نعم، تنفق عليه راتبك وغير. إذا كان الوالد ما عنده ما ينفق تجب نفقته على ولده، مثل العكس إذا كان الولد ليس عنده ما ينفق يجب على والده أن ينفق عليه بما يكفيه. هذا حق واجب، وليس هو من التبرع أو من المعروف الذي هو غير واجب، إنما هذا حق واجب عليه من راتبه وغير راتبه بحسب استطاعته. نعم.